أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بدأت شرطة محافظة الأنبار وبالتعاون مع مجلس محافظتها بإزالة الخيام من ساحات الاعتصام. المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع محمد العسكري أوضح أن رفع الخيام تم صباح اليوم في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قوات الأمن وشيوخ العشائر ورجال الدين. الحكومة المحلية وسيد المحافظ والوجهاء والشيوخ والناس الأكارم في محافظة الأنبار بالاتفاق مع السيد وزير الدفاع ممثل الحكومة العراقية هناك والقيادات الأمنية على اكتفاء الحاجة من ساحة الاعتصامات بعد أن تأكدت معلومات من كافة الأطراف أنه هذه الساحة مع وجود الناس المحتجين هناك عناصر من تنظيمات القاعدة قد اندست ودخلت هذه الساحة، وبذلك أصبح وجودها هو تهديد للأمن السلمي بالنسبة لمحافظة الأنبار أولا وللعراق ثانيا، وأصبحت منطلق ومأوى لكل التنظيمات الإرهابية التي لاحظت هناك حصانة في هذه الساحة لعدم وجود القوات المسلحة وعدم دخولها. ما حدث أنه كان هناك يوم أمس كثير من الاجتماعات المطولة مع الحكومة المحلية ومع الوجهاء ورجال الدين الأفاضل و المسؤولين الحكوميين، لذلك تم الاتفاق على صيغة أنه ترفع هذه الخيام، وبالتالي تعطى الفرصة للقوات المسلحة لمطاردة التنظيمات الإرهابية خارج المدن. وبالتالي فهناك تعاون كبير في هذا المجال. مجلس محافظة الأنبار كان قد تعهد في المحافظة بالانسحاب من ساحات الاعتصام ومساعدة الجيش في دخولها وتفتيشها. رئيس مجلس المحافظة صباح كرفوت أوضح في تصريح المركز الخبري شبكة الإعلام العراقي أن انسحاب المعتصمين من الساحات سيضيق الخناق على الجماعات الإرهابية التي تختبئ بداخلها، مؤكدا وقوف مجلس المحافظة إلى جانب القوات المسلحة في حملتها ضد الإرهاب. نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابي اسكندر وتوي كشف أن إرهابي داعش هربوا من محافظة الأنبار إلى نينوى داعيا إلى إطلاق حملة عسكرية لتطهيرها من العصابات الإرهابية فور انتهاء الحملة الحالية التي تشهدها الأنبار. وتوت في تصريح المركز الخبري لشبكة الأعلام العراقي طالب مجلس النواب بدعم القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والقضاء عليه، مشيرا إلى أن العراق بحاجة إلى هكذا عمليات في أغلب المناطق من أجل استتباب الأمن. مجلس محافظة ديالى دعا إلى شن عمليات مشابهة لعمليات الأنبار في وادي حمرين لضرب معاقل تنظيم داعش الإرهابي. وقال عضو المجلس أحمد رزوقي المركز الخبري شبكة الإعلام العراقي أن مناطق حمرين تمثل ملاذا آمنا للتنظيمات الإرهابية، لافتا إلى وجود خلايا نائمة تنفذ عمليات إرهابية في المحافظة والمحافظات المجاورة مثل كركوك وصلاح الدين وبغداد.